مسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام، ومشكور على هالبادرة الطيبة منكم كبرنامج اتصال فيني كزميل لكم في هالبرنامج. تستاهل العسل. وانتم طبعا منورين وسط هالكوكبة من اخوان الرياضيين محمد كرم طير وابو سعود مشلش، عفوا ابو عبد الله يوفقك. المحسن اخوي العود وجارنا ابو محمد. انا بس بتكلم على عجالة على موضوع النصر والقادسية، نعم. لأن أخذ فيها كذا رأي، وإن شاء الله على قولتهم بنقول رأينا طيب باختصار اللي ما تكفى يزعل دكتور. إن شاء الله. ايوه. باختصار الجماعة بالاتحاد استندوا على المادة 33 فقرة 1 رقم 3 أن البيانات اللاعب أو القادسية قام بتزويد الاتحاد بيانات مغلوطة أن اللاعب ما كان موجود. أنا برد بس على موضوع معين، أن شنو مهام الحكم الرابع وفق المادة 33 فقرة 4 أنه يسلم السكور شيت حق الحكم الرابع ويقوم بالكشف على اللاعبين قبل المباراة بمرافقة المراقب الإداري داخل الغرفة. والكشف الكل يعرف أن لما أنا أجي أكشف على اللاعبين داخل الغرفة لابد من منادات لاعب لاعب وفق السكور الموجود، اسمه ورقمه زين، وأتأكد من الاسم والرقم وحتى الرقم اللي على شورت الفانيلا أتأكد منه. هذا أولا. بعد ما اتاكد من اسامي اللاعبين وفق السكور الموجود اللي زودني فيه مدير الفريق، اروح طال عمرك للفريق الاخر واعمل نفس الطريقه. بعدها طال عمرك هناك ما يسمى ستار ليست حق المباراه اقوم بتدوينه زين واعتماده من الحكم. يكون هذا مطبوع باوراق الاتحاد الرسميه زين قبل بدايه المباراه. انا الى يعني انا على ثقه ان الستار ليست او لسته المباراه لم تسجل في المباراه يا طويل العمر، بل سجلت ما بعد المباراه. قام الاخ الحكم الرابع بتوقيع المدير الفريق نادي القادسيه على بياض بدون اسماء بدون اي شيء، مع ان هذا يفترض ان بعد ما يسجلها الحكم او مساعد الحكم في الغرفه يذهبون الى مدير الفريق وتسجل بعد ما يشيك على الاسماء مره اخرى ان لاعبينا كلهم موجودين. السؤال اذا رضا هاني غير موجود والاخ سعود الانصاري مش موجودين، شلون دخلوا الملعب؟ شلون سمح لهم؟ انا اتكلم بدت المباراه يفترض من المراقب الاداري يقوم بالتنبيه على الحكم الرابع برجاء التشييك بالكامل على اللاعبين الموجودين في دكه الاحتياط وفق الاوراق الموجوده في الستار ليست مال المباراه. هل قام الحكم الرابع بدوره في انه تشيك على كابينه نادي النصر وكابينه نادي القادسيه؟ لو انه قام بدوره في تسجيلها الاسماء اللاعبين في الستار ليست قبل المباراه وقام بالتشييك على دكه الاحتياط لما كان هذا الخطا. انا على علم ان جميع مدراء الانديه قله منهم يقوم بالتوقيع على الستار ليست مال المباراه قبل بدايه المباراه وعلى بياض، يعني بدون اسماء بدون اي شيء، كثقه منه للحكم الموجود. سؤال الامر طبيعي. سؤال ابو عبد الله، الحمد لله على سلامتك. تفضل. الله يسلمك. اليوم الحكم استلم الكشف، شاف الكشف وما لقى اللاعبين مثلا سعود الانصاري ورضا، عدل؟ نعم. مو موجودين على كلام، خلينا نقول ان احنا معاه مو موجودين، زين مو المفروض نعم يقول نعم. حق الاداري يحط اكس عليهم انهم برا مدرج مو موجودين لا اساسي نعم ولا نعم احتياط، نعم. مو نعم. المفروض يقول هالكلام؟ انا اقول لك ابو محمد، يفترض انك انت لما تاخذ الكشف مال الفريق من مدير اي تفضل خليني اتفضل لك تفضل. يفترض ان قبل نص ساعه يقوم بتدوين اسماء الفريق بورقه خاصه موجوده عنده من اتحاد الكره اسمها ورقه الستار ليست. نعم. ومفروض هذه في اسفلها هناك توقيع لمدير الفريق القادسيه ومدير فريق النصر، وهناك ورقه انذارات تسلم ما بعد المباراه ويوقع عليها مدير الفريق النصر والقادسيه، وهي ورقه من نسختين، نسخه اصل تسلم للفريق نادي القادسيه وورقه الانذارات الثانيه تذهب للاتحاد. طيب المراقب الاداري وحكم الرابع لم يقوموا بدورهم بتاتا. اوكي الحين صار الخطا، شنو العقوبه؟ العقوبة أنا أقول لك شغلة، العقوبة طال عمرك ليس، أنا برأيي ليس قلب نتيجة بقدر ما هي غرامة مالية. يعني أنا أقول لك لو قام المراقب الإداري والحكم الرابع طيب بإجراءاتهم لم تقع هذه المشكلة. أوكي. ترى على فكرة شوف أنا 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 مطرش لك عبد العزيز ستارلس حق أو ورقة اللاعبين لنادي القادسية وورقة لنادي العربي. ترى هذه الورقه اللي بعثت في الانترنت ولا في مواقع التواصل الاجتماعي هذا اجتهاد شخصي
من مدير الفريق القادسيه طبع الورقه هذه، وترى العربي عنده ورقه ثانيه، ونادي السالميه عنده ورقه ثالثه، واحد يقدم ورقه عاديه، ورقه فلوسكاب طيب. بدون الوان بدون شيء بدون اكس. الاتحاد لم يعتمد ورقه فريق يقول له مثلا حط شعارك وهذا المعتمد عندي في الاتحاد عشان يقدر يحاسب الناس عليها. هذه اللي عملها الاخوان في الجهاز الاداري، هذا اجتهاد شخصي منهم انهم عطوا الالوان وعملوا اكس وعملوا زائد وعملوا صح وعملوا خطا. نادي العربي انا عندي ستار ليست لهم حاط الاسماء ال11 وتحتها الاحتياط واداريينهم بورقه بيضاء. نادي الفحيل له شكل ثاني، نادي الساحل له شكل ثالث. طيب. فلم تقم لجنه المسابقات باعتماد ورقه رسميه زين انها تقول يا جماعه ما تقدم لي الاسماء الا بالورقه هذه المعتمده رسميا من اتحاد الكره، بس انت تشيل مثلا تحط عليها شعارك والوانك. طيب لا ورتبها الاساسيين بروحهم والاحتياط. مشكور يا دكتور، مشكور دكتور محسن. دكتور الحمد لله على السلامه وما تشوف شر يا مشكور يا دكتور.